وللمزيد من المتابعة بشأن حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور. وكما ترى يعني سوء الأحوال الجوية أدت لأكثر من مشكلة في أكثر من محافظة بمصر، يعني نريد أن نطمئن في البداية على حالة الجو، كيف ستسير خلال الأيام القليلة القادمة؟ في الحقيقة إن هيئة العامة للأرصاد الجوية منذ أكثر من 3 أيام محذرة من هذا الطقس ومحذرة من الشبورة المائية الكثيفة التي تعم أغلب محافظات الجمهورية حتى شمال الصعيد، وده ما حدث بالفعل نتيجة كميات المية الموجودة في الأرض نتيجة الأمطار اللي اتهطلت أمس وأول أمس. بنقول إن هذه الشبورة اللي تصل إلى حد ضباب في بعض الأماكن مستمرة معنا حتى نهاية هذا الأسبوع، وإن كان هناك تحسن نسبي في كمية السحب والأمطار تبدأ غدا، إلا أنه لن تستمر هذه الحالة كثيرا، حيث تبدأ من يوم الأربعاء حالة عدم استقرار مرة أخرى تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأيضا بتكون الشبورة المائية ظاهرة في الصباح الباكر أيضا حتى نهاية هذا الأسبوع. وبالنسبة لسرعة الرياح التي شهدناها خلال الأيام الماضية، سرعة الرياح مستمرة، هي معتدلة، بتنشط أحيانا على بعض الأماكن خاصة على البحرين الأبيض والمتوسط بعد غدا بالتحديد، وده بيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في كلتا البحرين ابتداء من يوم الأربعاء. درجات الحرارة هل ستظل محتفظة بنفس معدلاتها أم سيكون هناك انخفاض فيها؟ يعني هو لا، درجة الحرارة هي على هذا الحال، حيث متوسط درجات حرارة السواحل الشمالية هتروح ما بين 17 و18 للعظمى وما بين 11 و13 للصغرى، الوجه البحري والقاهرة هتتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و19 للعظمى و10 و12 للصغرى، الجنوب هيكون العظمى تروح ما بين 20 و21 والصغرى ما بين 9 و11. شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.